شباب تمرين 22 صفحة 72 وما يشابهه رح ناخذ لهم طريقة عامة. إذا عندك كان fx يساوي تحت الجذر ax مربع زائد bx زائد c وأنت ما بدك تعمل صيغة قانونية بدك تكتشف المقارب بكبسة زر أو كبسة عقل، هذا مشابه هذا التمرين. لاحظ تحت الجذر 4x مربع ناقص 4 زائد مشابه للتمرين 19 و20، بس 19 و20 فيديو سابق انا اعطيتكم لهم كمان طرق سريعه، بس قلت لك ما بتزبط اذا كانت امثال اكس مربع مانا واحد. هلا رح ناخذ طريقه بتزبط على هالتمرين وعلى التمرين 20 والتمرين 19 بدون ما نعمل نحن صيغه قانونيه. عند الزائد لانهايه بتطج المقارب المائل هو جذر ال A ب X زائد B على 2 جذر A. طبعا جذر ال A، ال A هو امثال اكس مربع والبي امثال اكس. تعال نجرب يلا. المقارب عند الزائد لا نهايه واي بيساوي، هاي القانون قدامك، جذر ال A ب X. ال A هون شو لك؟ 4. يعني جذر ال 4 ب X عم نطبق القانون زائد B. مين البي؟ امثال اكس مع اشارته لا تنسى ناقص 4 على 2 بجذر ال A، يعني على 2 بجذر ال 4. يعني الجواب واي بيساوي جذر ال 4 2 اكس زائد بناقص ناقص 4 على 2 جذر ال 4 2 2 ب 2 4 4 على 4 1 وهو المطلوب. قديش اخذت وقت؟ فبدأت متى؟ بالخيارات من متعدد. انت ربحت وقت هائل جدا 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 بهيك تمارين بدون ما اوقع بمشكله الصيغه القانونيه. هذا عند الزائد لا نهايه. عند الناقص لا نهايه نفس القانون، بس هاي مضروبه بناقص وهي مضروبه بناقص، يعني هاي مضروبه بناقص وهي مضروبه بناقص، يعني بيطلع الجواب واي بيساوي ناقص 2x زائد 1. انتهى الموضوع. تعالوا نرجع على التمرين 19 ونحله بهذا الشكل. fx يساوي نكتشف المقارب، اعطيني 19 اللي حالينه سابقا. تحت الجذر x مربع زائد 4x زائد 5، يلا. السريع عند الزائد لا نهايه بدل المقارب y بيساوي القانون جذر ال a ب x، ال a 1 1 ب x x زائد ب على 2 جذر a، ال b 4 على 2 بجذر الواحد 2 4 على 2 2، وهيك كان طالع معنا المقارب؟ انتهى الموضوع. اذا هذه الطريقة تنفع سواء كانت امثال اكس مربع واحد او امثال اكس مربع شو؟ عدد، فانت عمم هذه الطريقة لكل ثلاثيات الحدود اللي موجودة تحت الجذر، تربح وقت هائل جدا بلقت متى ان شاء الله. ايقاف مؤقت. 22 خلصنا منه. اذا 22 حلينا مشكلته. اذا اجانا السؤال بالامتحان بهذا الشكل، نفس هالمقدار هيك fx يساوي، بس حط لي هون مقدار درجه اولى مثلا mx زائد جذر، شو بصير بالمقارب؟ ما بيتغير كثير. شوف شو بصير، هاي بدنا ننزل ل mx من هون وهي بدنا نزيد لها ام اكس من هون، ناقص بالضبط اللي كانت موجوده، بس شو تزيد لها كمان؟ ام اكس فقط. اذا ما بيتغير الموضوع كثير، بس بينزاد لها هي ام اكس ولهي ام اكس، يعني انا قصدي الدرجه الاولى اللي موجوده هون. طيب مثال، وقد ينفعك ببعض تمارين الكتاب. fx يساوي 2x زائد تحت الجذر 4x مربع زائد 6x زائد 3. بدي منك المقارب عند الزائد لا نهاية بطريقة سريعة بدون ما تضطر تتعذب كثير. نجي هلا y بيساوي هي mx ليك هي ال m وهي ال a وهي ال b وهي
السين. طبق معي واي تساوي ام اكس يعني 2 اكس. 2 اكس زائد 2 اكس. جذر الا باكس، جذر الا يعني جذر الاربعة. يعني كمان 2 اكس. زائد، عرفتوا ايش جت 2؟ جذر الا يعني جذر الاربعة هي. زائد بي، البي 6. 2 على 2 بجذر الا. يعني بجذر الاربعة. يعني هذا 2 اكس زائد 2 اكس 4 اكس. 2 ضرب 2 4 6 على 4 6 على 4 اختصرت 3 على 2. هذا هو المقارن المائل. شوف قديش ربحت هذه الطريقة، قديش ربحت. من وضع هذه الطريقة بهكذا التمارين صديقي على الفيسبوك الاستاذ عطاء ابراهيم الله يرحمه، العام الماضي مثل هالايام نزل الطريقه، بالشهر الخامس صار معه مرض وتوفى رحمه الله، فالاستاذ مات ولكن الطريقه باقيه والاجيال تستفيد منها، وهذه فائده العلم. هون يرحل المعلم وتبقى المعلومات، ولولا كل هالعلماء ايام زمان لحد الان ما اعطونا هالمعلومات نحن ما كنا عرفنا كل هذه الطرق. الله يرحمه الاستاذ عطاء، ترحموا عليه واستفادوا من هذه الطريقه ان شاء الله. فضلك.